حسين تركضي الأيام والعاشر قريب وكم رسام الخيام محروق وعبيد أبقى عايشي محرم عن العاشر تركضي الأيام والعاشر قريب وكان رسم الخيام محروق وعبي مزينة بزينة برحم يا زمان النايبات هي زينة وين هوين السبي هي زينة وين هوين السبي زينة ابويا حسين يسمعهم حبيب خويا ابو السجاد حاجيك بهموي خذت شاط من الصميت مدريش تقول قالها زينب احجي خويا ام الخدر لانها زينب با وعاد يسرى ويمين وتعصر الكفين بتحدار عصر خويا انصارك اذا جاك النهار باكر يضحون يحسن العمر لان حبيبي حش من صار الغريب قوموا هاي الساعه نهجم عشمي خير شنه صار علمنا حبيب خير شنه صار علمنا حبيب دارة الأنصار حوله بكل كتور باب باب خيمة زينب صار النقاش هذا يا ليل ليل وقلنا ستور احنا يا زينب جينا الكربلة نموت ما جينا عسل نلقى عذور هاي زينب زينب انتانش وقت تطلع شمس الليل طول حيل ما عدنا صبور حسين يريد فزعة وعدنا بس روح حبيبي بهالكلام يوصي ربعه إذا صعدت الروح إش ننطي الحسين باكر عدنا روح بلا يرجع منو العند صدور يطيل الخيول للخيول منو عند صدر يطيل الخيول الحافر ياهو من عدكم يجرى بس الحسين يجرى جوني صيح انا جوني صيح اطيح بصفه شو تقول والبس بايدي محبس بيه لمعايا بلكت باكر احظى بقطع اليدين حتى بجيف حبيبي ظل صبعه جوني صيح احب انشف الحسين اطيح بصفه وحدي شف الحسين
ما تقبلها روحي. شيف الحسين شف الحسين يبترو لصبع وصبع بديه.